مساء الخير جميعا. سعدني الترحيب بكم في هذه الأمسية مع الكاتبة الصديقة منى الشمري. منى الشمري من الكاتبات الكويتيات التي تجمع بين الكتابة القصصية والروائية وأيضا السيناريو، يعني السيناريو الدرامي. يعني وهي تجربة نسبيا مش شائعة، يعني في الكويت دايما نجد الناس غالبا يعني يكرسوا جهودهم اما للرواية او للسيناريو، فهي تجمع بين هذه الانواع الأدبية. طبعا لها روايتين مهمين هما خادمات المقام، وخادمات المقام كان يعني هي رواية تدور في فيلكة في فترة تاريخية يعني القرن الماضي، وترشحت للقائمة الطويلة في لجائزة بوكر العربية، وأيضا حصلت على جائزة أفضل كتاب في الشرق العام الماضي. ولها قبل هذه الرواية رواية لا موسيقى في الأحمدي، وهذه الرواية أيضا تدور في فترة الأربعينات في الكويت، وحولتها هي نفسها منى إلى مسلسل يعني درامي كان له أثر كبير. بالإضافة طبعا أنه هي لها مجموعتين قصصيتين اللي هم يسقط المطر تموت الأميرة ورأسان تحت مظلة واحدة، صح؟ ممكن نبدأ يعني عاوز ابتدي معاكي سؤال حول المكان. طبعا انا مشغول بموضوع المكان وانت عندك تجربة كبيرة في موضوع المكان، واحنا كان عندنا تجربة كمان لطيفة ان احنا رحنا في جولة مع الصديق عبد الوهاب الحمادي ايضا في الاماكن اللي دارت فيها رواية لا موسيقى في الأحمدي، في منطقة الأحمدي تقريبا شفنا الأماكن اللي ذكرت يعني في النص الروائي، وأيضا إزاي تم التعامل معها في المسلسل. فأنت اختيارك للمكان في السرد بيبدو مركزي، خصوصا في الروايتين يعني المذكورتين، واحيانا المكان كمان يقوم بدور البطوله. فماذا يعني لك المكان في السرد؟ مساء الخير وشكرا لحضوركم. طبعا المكان في الروايه هو بالنسبه لي واضح الصوت. الاشتغال على المكان يعني بصراحة أشوفه أن مشروع يأسرني شخصيا، أنا مغرب الأماكن والمكان يعني الكثير بالنسبة لي. المكان هو الحقيقة، هو تفاصيل الناس، يعني هو التراث، هو الهوية. فالأماكن لها سحرها الخاص، ولهذا يعني حاولت الاشتغال على أماكن مهجورة في الأدب الكويتي، يعني مثل الأحمدي، وإن كان يعني ممكن مرور الكرام يعني عليها، وأيضا التفاصيل يعني تفاصيل وحقيقة الناس وحكاياتهم من الدمعة حتى التنهيدة. المكان مشروع يعني أنا مستمرة فيه حتى في رواية الجديدة، يعني في مكان جديد أيضا ولها سحر الخاص ولها دلالات أيضا. يعني الأحمدي كان فيها دلالات بالنسبة للإنجليز ونشأة المدينة هذه على إيدهم، دلالات المكان في التصادم الحضاري بين الحضارة الجديدة على المجتمع الكويتي وبين المجتمع المحافظ، تصادم الحضارات بين الجديد والقديم، يعني حركة التغيير. أيضا دلالات المكان في خادمات المقام
تعلق الخادمات المقام والنساء بالتحديد في بيع الوهم والخرافة، ووجود العائلة اليهودية في المكان وتأثيرها حتى على الناس وتعاملهم مع بعض كيف بيكون. فالمكان يعني مشروع كبير، أتمنى يعني إن أنا يعني كنت جزء صغير منه. جميل جدا. أيضا أنت اخترتي في الروايتين يعني العودة للتاريخ، يعني لم تتناولي الكويت المعاصرة، فضلتي الرجوع للأربعينات في لموسيقى في الأحمدي ولما هو أبعد من ذلك، يعني طبعا في فيلكة في خادمات المقام. يعني ليه اختيار التاريخين دول في الروايتين؟ الحقبة التاريخية، تعني أنا أحس أن الحقبة التاريخية مثل الثوب اللي يلبس الروائي ويذهب به إلى القارئ ليجلس معه ويروي له الرواية، فهي عبارة عن برواز جميل. البرواز الجميل هذه الحقبة التاريخية بالبرواز الجميل، حيث توجد الحكاية ويوجد أبطال الحكاية، والحكاية هي تفرض زمنها وهي تفرض تاريخها. يعني الحكاية هي اللي تختار التاريخ. يعني أنا لما مثلا بتكلم عن مقام الخضر لابد أن أذهب إلى التاريخ، أعود بالتاريخ للوراء علشان أتكلم عن مقام الخضر وأتكلم عن تأثيره في المنطقة. لما أتكلم عن الأحمدي ما أقدر أتكلم عن أحمدي معزل عن الإنجليزي، فأذهب إلى النشأة. فيعني أعتقد أن يعني المرحلة الحقبة التاريخية يستدعيها أصلا، تستدعيها الحكاية وتستدعيها الرواية، وبالتالي أنا مضطرة أرجع بالتاريخ للوراء، لأن سحر المكان هو اللي يفرض نفسه، سحر الحقبة التاريخية هي اللي تفرض نفسها. الشخصيات اللي اخترتيها وليكن في الأول في لا موسيقى في الأحمدي، يعني طبعا كان في شخصيات في الكويت وفي تنقل برا الكويت إلى يعني مناطق قريبة من السعودية، وفي نماذج يعني في نماذج مختلفة للشخصيات، هل استلهمتيها من قصص أنت بتعرفيها، من شخصيات قرأتي عنها، من ناس أنت اخترقتيها؟ يعني الشخصيات كيف اخترقتيها في هذا العمل؟ هو أصعب، يعني أصعب شيء يقول حق المبدع كيف تعرفت على أبطالك. يعني هم أبطالهم، يعني وانت نايم تلاقي البطل قاعد يمك، يعني مثل ما كان يصير عندي في ماريا في خادمات المقام، أنا أكون نايمة بالليل وأحسها وهي شخصية بشعة جدا وأحسها قاعدة معي على السرير، يعني تكلمني وأكلمها. فهو يعني المكان بعد يعني يكون يلهمك، المكان هو نفسه يلهمك بالشخصيات. أنا حبيت ما أكتفي بس في منطقة الأحمدي، حبيت إني أنا أطلع برا بعد إطارها علشان أبين، يعني قلت لك التصادم الحضاري ما بين مثلا البدوي اللي استأجرته الإنجليزية وما بين عضيبان الجد المحافظ اللي يشوف أحفاده قاعد يرقصون وقاعد يشربون يعني الخمر في الأحمدي. يعني هو المزيج كله يفرض شخصيات يعني تنور وتضيء من خلاله. فهي الشخصيات تستدعيك احيانا، واحيانا يعني ممكن تكون سمعت قصه يعني قديمه جدا، ممكن شيء في التراث يعني لفتك وجذبك انك انت تبني عليه وتعمل عليه، تكون خطوط صغيره يعني هذه. طب الشخصيات التاريخيه بقى اللي موجوده في يعني في خادمات المقام، بالذات الثلاث سيدات المارية، و هم مو شخصيات تاريخية، هم أبطال الرواية. هم يعني أبطال الرواية، بس يعني أنا بستقبلهم باعتبارهم كشخصيات كانت عايشة من حوالي 100 سنة أو أكثر. وأنت يعني إزاي استلهمتيهم برضه؟ هو في فرق بين يعني المكان الروائي والمكان الدرامي. المكان الروائي يعني قديم وحقيقي. المكان الروائي، فبالرواية أنت تقدر تذهب إلى الزمن هناك وإلى التاريخ وإلى المكان بكل عناصره، يعني تقدر تذهب له. المكان الدرامي صعب أنك أنت تعود فيه للزمن وتحضره للشاشة، فأنت تصنعه. فاللي حصل أنه مثلا على الأماكن أنه في لا موسيقى في الأحمدي احنا ذهبنا إلى المكان يعني بقدر الإمكان،
لكن في خادمات يعني المقاومة. مستوى المعايشه يعني انك رحت شفت الاماكن ولا لا؟ انا يعني هو جزء من الطفوله الاحمدي يعني عشان كذي يعني استلهمت الحكايات والقصص لانها جزء كانت ملعب من ملاعب الطفوله، فانا حاضره واحفظ تفاصيلها واحفظ اماكنها. مثل ما قلت لك المكان الدرامي مختلف والمكان الروائي واسع وشاسع ويحتمل الكثير، لكن المكان الدرامي انت تصنعه بالايحاء وبالتاثير وتقدر تحصل النتيجة. المعايشة تعايش المشاهد، تخليه يعيش نفس التأثير رغم أن المكان يعني أنت تحضره وتجهزه كعمل فني. يعني أنت عملتي مسرح لشخصيات أنت اختلقتيها بطريق بما تتصور أنه كان ممكن تكون الناس عليه، خصوصا فيليتشا يعني كان صعب علينا. يعني أنا فيليتشا يمكن فيليتشا رحت لها وأنا طفلة صغيرة وما أذكر يعني الحين اختفت تماماً، يعني اختفت من الخريطة اللي أنا في مخيلتي وحتى اللي في يعني في بال الناس عن فيليتشا تدمر تماماً للأسف. إحنا ما قاعدين نحافظ يعني على الأماكن القديمة التراثية، فمكان مختلف تماماً. فأنا استحضرت الأحداث واستحضرت ودخلت مقام الخضر وتخيلت الغرف وتخيلت الدخان والبخور والشموع والفوانيس، يعني هذا كلها ما شفتها في الحقيقة ولا شفت السيدات هذيل. أنا يعني قعدت مع أهل فيليتشا وسمعت بعض القصص عن الرعب اللي كانت منطقة مليئة يعني معروف عنها أنها مليئة بالجن ومليئة بالسحر ومخيفة، لكن طبعا هو كانوا كلهم عايشين في ظل حماية المقام. المقام هو اللي يحميهم. المقام حاليا لا طبعا المقام آخر يعني هو كان المقام لأن تشوف كثر الناس يعني متعلقة بالوهم ومتعلقة بالخرافة. فالمقام يعني هدم ورجعوا الناس بنوه وهدم ورجعوا الناس بنوه أكثر من مرة. فضلوا مصرين على إيجاده. آخر مقام بني يعني في السبعينات. وهذا دلالة، أكبر دلالة أنه ما كان مقام الخضر يعني ولا لأنه طيب طبعا بعد يعني يمكن 3 سنين من صدور لا موسيقى في الأحمدي بدأت أو ظهر يعني المسلسل عن نفس الرواية. طبعا أنا بتصور إنه يعني بناء العمل الدرامي مختلف تماما عن العمل السردي، بس كمان تحويل عمل أنت بنفسك كتبها رواية وتنتقلي بيه إلى الدراما، يعني إزاي؟ هل أعدتي خلق العمل الروائي يعني بشكل بقى مشهدي تاني، ولا إزاي يعني ذهنيتك اشتغلت إزاي بين المجالين؟ هو كتابة الرواية عالم وكتابة السيناريو عالم آخر. يعني أهم شيء أمام العمل الروائي هي حساسية الانتقاء والإلغاء. ماذا أنتقي من الرواية ويستمر علي معي في النسخة المرئية، وماذا ألغي من الرواية وممكن أعوض عنه في فصول. يعني أنا في لا موسيقى في الأحمدي كتبت العمل نسخة مرئية للتلفزيون، نسخة بصرية مختلفة عن الرواية نفسها. لغيت عدة فصول. في فصل مثلا حسيت انه ثقيل على المشاهد. يعني في الرواية انت يعني تتحمل العمق، لكن تحاول في المسلسل تحافظ ما بين القيمة والعمق وما بين الخفة، بحيث انك انت ما تكون ثقيل ونخبوي وما ينشاف العمل، وفي نفس الوقت انت ما تكون مسطح وتافه وسخيف. فهذا اللعبة يعني تعتمد على حساسية الكاتب، وبالتالي أنا لغيت فصول مو بس لأنها ثقيلة، في فصول أيضا تسوي لنا مشاكل ومع هذا ما سلم العمل من مشاكل، خصوصا أن أصلا الرواية كانت ممنوعة من التداول وما أعطونا يعني الفسح، فهي طالعة أصلا من يعني ما كانت الرقابة يعني في نسخة الأولى موافقة عليها، فأنا مضطرة يعني أجاري الوضع. فكتبت النسخة يعني كتبت النسخة مختلفة تماما، يعني دخلت شخصيات جديدة
من شخصية عكش أذكر شخصية بشرة خطوط جديدة، وتجاهلت يعني مثلا فصل السلوقي فصل الشيعة، في فصول كثيرة تجاهلتها في كتابة المسلسل. إذا نتكلم عن تقنيات العمل، تقنيات العمل لما تشوف الأحمدي كان التفكير ان احنا وين نصور، فاتفقنا ان احنا نصور في الأحمدي، لازم نصور في الأحمدي، لكن الأحمدي ما عادة الأحمدي، يعني الأماكن غير موجودة، مثلا نادي الحبارة مو موجود، مغلق، كثير أماكن مغلقة، اللي لا ما كان عند البحر، هو كان لا البحر بفحيحيل، لا مثلا يعني سينما الأحمدي، مثلا سينما الأحمدي هذه كانت يعني طول صورنا في المسلسل رايحة جولي رايحة سينما الأحمدي، وسينما الأحمدي مغلقة، صورنا عدة يعني، بس احنا كنا في إطار الأحمدي. أذكر ان كنا محتاجين المشاهد المستشفى، كنا محتاجين، واللي يعني من حسن الحظ ان المستشفى الأحمدي نفسها الكي او سي الشركة كانت أغلقت أجنحة كثيرة علشان تجددها، فإحنا استغلينا الوضع وصورنا بالأجنحة المغلقة أصلاً. هذه من الأشياء اللي يعني خدمتنا، لكن بشكل عام يعني الحدائق ليست هي المكتبة يعني فيها، لكن البيوت موجودة، الروح موجودة، غيرنا الأثاث وحاولنا نعمل الطراز الإنجليزي في الأثاث لأنه هو كان يعني طراز إنجليزي، حاولنا ان احنا بقدر الامكان ان نقدم الأحمدي مثل ما هي، بس هي الأحمدي غير موجوده على الاطلاق، لكن يعني احسن مثلا من خادمات المقام الحين فليش نهائيا يعني لا يوجد فيها شيء من الروايه، اي لانها اقدم بعد، لكن الأحمدي يعني اشتغلنا على التاثير على الحس، وقدرنا نوصل احساس المشاهد انه هو فعلا قاعد في مدينه الأحمدي في شوارع الأحمدي في ملامح الأحمدي. ده معناه ان انت يعني مسؤوليتك ما بتنتهيش بعد كتابة المسلسل، انت بتمتد علاقتك اثناء التصوير، يعني انا كنت حاضرة يعني اثناء التصوير يعني وحضرنا المشاهد. اي نعم، يعني احنا يعني من بداية تسليم العمل والتفريغ الانتاج نبدأ اختيار الاماكن، انا اقترح عليهم انه احنا لازم يعني هذا المكان يعطينا نتيجة، هذا المكان بعيد عن اللوكيشن الحقيقي، وكنت موجودة طول أيام تصوير العمل، ويعني أتمنى أن احنا يعني يبدو أن احنا وصلنا، المشاهد حس بهذا التأثير، وصل الشعور بأنه فعلا موجود بالأحمدي وهو يشوف مسلسل موسيقى بالأحمدي. ده صحيح. جميل. أنا كان عندي سؤال طبعا عن انه انت مش بس ده العمل الدرامي اللي كتبتي اعتقد عملين اخرين، وفي عمل 6 حلقات كنت كلمتي عنه. صحيح. وسمعنا عن ايضا يعني في نيه لتحويل خادمات المقام. نعم. يعني انت هل تستهويك الدراما اكتر من السرد؟ يعني واضح كده انت بداتي ولا انت يعني حسب المزاج؟ لا أنا يستهويني طبعاً السرد أكثر، وكل يوم أقول حق نفسي إنه أنا راح أتوقف عن كتابة الدراما، كل يوم أقول هالكلام حق نفسي إنه سأتوقف عن كتابة الدراما، لأن الكتابة الدرامية إذا تبي تكتب عمل عميق، تبي تكتب عمل لا مواصفات معينة، في فلسفة، في أخلاق، في جماليات، في عمق، تحترم عقل المشاهد في حواراتك، عشان تكتب عمل مثل هذا مو مهمة سهلة، هو على قولة يعني في نحن نقول بالعامي لوك 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 مثل ما يصير في المسلسلات حوارات 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 مكررة، فالعملية شاقة ومتعبة، وهي قاعد تبعدني في الواقع عن كتابة الأدب، يعني قاعد تسرقني الدراما عن كتابة الأدب. وأنا دخلت يعني من أول عمل كان تحويل يسقط المطر تموت الأميرة قصصها إلى عمل مسلسل كان بعنوان كحل أسود قلب أبيض، وطبعا في لحظة يعني يا ثقة بالنفس زايدة أو غرور أنا قلت ما حد راح يكتب العمل هذا كسيناريو أحسن مني، ولما قدمنا العمل فعلا نجح، يعني نجاح كبير ونجاح باهر، كان في رمضان
غير متوقع، ومع هذا يعني كان هو يعني تقريبا الأول. وبعد يعني ذلك بدأت الأعمال، يعني عمل بعد عمل بعد عمل. واضح كمان أنك بدأتي يعني تحاولي تعملي حاجة مختلفة في الدراما نفسها، يعني أنك تروحي مثلا لمسلسل ست حلقات، ودي تجارب نسبيا جديدة دلوقتي، بس أعتقد أنها لها أثر في تجويد العمل الدرامي. يعني مش عاوز يعني أقول لك إيه رأيك في الأعمال الدرامية الكويتية الراهنة، لكن يعني أنت بتشوفي أنك تجارب من هذا النوع ممكن فعلا تعمل تنويع في أشكال الدراما الكويتية، مثلا العمل أنا نسيت اسم العمل القصير، العمل القصير قصدي. العمل القصير يعني ذهبت مع الماء، هو كان عمل قصير من ست حلقات أو خمس إلى ست حلقات، عمل قصير، بس هو الاشتغال فيه كان يعني أخذ مجهود 30 حلقة، لأنه هم ثلاث مسلسلات داخل، هي بالنسبة لي أنا مغامرة، ومغامرة في الكتابة، تجربة كتابة جديدة، أنك تعمل ثلاث قصص في عمل واحد مختلفة عن بعض، واللي يربطهم فقط اللي هو ثيمة العمل، وتربطهم الثيمة، ونساءهم كلهم يعني لهم علاقة في الماء، ذهبوا جميعهم ثلاث النساء بطلات الثلاث حقب في العمل الواحد، ذهبوا مع الماء، وكان في الخيط اللي يربطهم هي قطعة السودو اللي من الأربعينات نسجتها البنت، وبعدين في الوقت في واحدة من العبدات سرقتها وراحت فيها حق الحقبة اللي هي في الخمسينات الكويت القديمة، والحفيد حفيد العائلة الثرية وضعها كلوحة عنده في بيته، فهذا كان هو الخيط اللي يربط ثلاث الحين حتى السوق اختلف، والناس لها نظرة مختلفة عن الدراما، واتسع السوق. احنا في الكويت بدأنا أصلاً الأعمال القصيرة يعني من أيام سعد عبد الله وعبد الحسين عبد الرضا الله يرحمه، كانوا عندهم يعني الأعمال القصيرة ست حلقات سبع حلقات، يعني كل الأعمال كانت قصيرة. وبعدين دخلنا في موضوع تجاري اللي هو رمضان لازم 30 حلقة، والحين صار في بسبب ظهور المنصات تطلب أعمال سريعة، فالأعمال السريعة ممكن ست حلقات سبع حلقات 15 حلقة، وقد يعني تكمل يصير يعني ثلاث مواسم أربع مواسم. هي ميزتها أنها إذا كان عمل خفيف ست حلقات أو سبع حلقات أخف بكثير من 30 حلقة، لكن يعني أنت تقدم 30 حلقة ست حلقات، أنت محتاج الجمهور يشوف هذه الست حلقات بعد، يعني لازم تعتني جدا وتترك نهايات مفتوحة عشان تفتح موسم ثاني. وعمل انتعاش يعني المنصات، وجود المنصات وليس شكل الأعمال، يعني شكل الأعمال سواء مواسم أو 30 حلقة أو ست حلقات عمل انتعاش حق السوق، صار طول يعني كانوا قبل إذا كانوا يشتغلون بس في رمضان، صاروا الحين طول السنة يشتغلون، وطول السنة في أعمال تتصور، فصار في حالة إنتاج نشيطة بالنسبة لكل العاملين في الوسط الفني. بالمناسبة بقى يعني أنت كنت ذكرتي إنه خادمات المقام هتتحول أيضا لعمل درامي. نعم. هنا بقى أنت يعني طبعا مضطر يعني مضطرين أكيد فريق الإنتاج إنه يبنوا ديكورات للجو العام ده، ولا هتصوروا في فيلكة فعلا؟ هل يعني أنا لحد الآن في مرحلة الموسم الأول، أنا انتهيت من كتابة الموسم الأول. أيضا طورت الشخصيات دراميا، يعني اللي يشوفهم على الشاشة بعدين راح يلاقي إنهم مختلفين شوية عن الرواية، لأنه أنا أحب بعد إنه الناس اللي تشوف المسلسل تلاقي فيه شيء مختلف وجديد عن الرواية، بحيث إنه ما أحب أنقل الرواية يعني بالضبط نسخة طبق الأصل من العمل من المسلسل، فأحب يكون فيه اختلاف. كتبت الثمان حلقات الأولى من خادمات المقام لحد الآن،
ويعني في مشروع اني انا اكمل الثمان حلقات الثانيين. وانا اتصور بسبب وضع فيليتشل سيء جدا ما يعني ما افضل انه يتم تصويره في الكويت اصلا. يعني ممكن يعني اي جزيره قديمه تعطينا نفس الايحاء، نفس البيوت الطينيه، نفس الروح. واذا يتم بناء يتم بناء فقط يعني مقام الخضر على البحر، هذا اللي انا قاعده افكر فيه يعني حاليا. يعني كنت بتكلم بعد عن موضوع الروايه التاريخيه اللي هي افتقارنا للادوات. يعني احنا للاسف الاماكن عندنا كلها قاعد تهدم ولا ما قاعد ترمم، فبالتالي قاعد يصير عندنا نقص في اللوكيشنات. يعني مثلا انت بتصور عمل في قريه تراثيه، ما في قريه تراثيه حقيقيه ومبنيه ومدينه انتاج مثل برا. احنا ما نبي نقول ان احنا محتاجين مثل مصر مدينه انتاج اعلامي. انا لما شفتها يعني مهوله الحجم، وشفت البيوت مبنيه كيف فيها والتصوير فيها. يعني احنا ما راح نوصل لصناعه مصر ولا لمدينه الانتاج في مصر، بس على الاقل تبنى لنا مثلا قرى، يعني مثلا مثل اللي في قطر الحين مدينه يعني تراثيه، في مدينه تراثيه صغيره بعد اكثر من وحده في البحرين، في لوكيشنات حقيقيه في البحرين. يعني البحرين تقدر تصور فيها عمل قديم وعمل تراثي وموجوده اللوكيشنات. احنا في الكويت عندنا مشكله، وإضافة لهذا عندنا مشكلة في المصادر أصلا، مصادر يعني والكتب والمراجع. عشان إيه؟ عشان أنت تكتب رواية ولا عشان تصور عمل، الرواية ينقصك تحتاج كثير من البحث، كثير من البحث. علشان يعني لا موسيقى في الأحمدي أنا أعرفها، لأن قلت لك ملعب الطفولة، لكن مثلا خادمات المقام أنا اضطريت أقعد مع أهل الفيلتشا نفسهم واخذ منهم المعلومات نفسها. اضطريت مثلا اتعاون مع اكثر من باحث تراثي، من بينهم دكتور حسن اشكناني وهو مهتم جدا في موضوع فيلتشا. ومع هذا تخيل يعني كان في نسخه كتاب وحيد عن فيلتشا. اي ولما ضاع، يعني مو ضاع مني انا، حطيته ركنت على كتبي مع كتبي، ودق علي الباحث حسين القطان انه وين الكتاب، دير بالك لا يضيع، لان هذا النسخه الوحيده اللي عندنا. فقلت له موجود موجود، فما اطمن ريال الا لما سلمت الكتاب. تخيل كتاب عن ما عندنا الا نسخه واحده. فاحنا فعلا عندنا فقر شديد في الكتب التراثيه اللي توثق المكان، المكان الكويتي يعني الجغرافيا الكويتيه للاسف يعني قاعد تتغير تماما، وللاسف ما في احد قاعد يوثق حتى اسماء المدن، حتى اسماء الاماكن. يعني الحين المدن الجديده مثلا منطقه ابو فطيره الكل يسميها ابو فطيره، وهي حقيقتها مو ابو فطيره، هي اسمها ابو فطيره، فطيره كانوا يقولون قبل، وهذا قبل اكتشاف البترول. اقول لك احنا بننطقها غلط الظاهر. احنا ليش ابو فطيره؟ لان كان ينمو فيها الفطر، وكانوا وهم يروحون هناك ياخذون الفطر حق يعني حق الدواب وحق البهايم ياكلونها. فما لها علاقه في ابو فطيره. فيعني قيس انه ما في ثقافه حتى في اسماء المدن. عندنا فعلا نقص حقيقي في المراجع للاسف. عندي سؤال اخير عشان نعطي فرصه للجمهور، بس عن مجموعه رأسان تحت مظله واحده. هي كلها بتدور يعني حول المراه، يعني وكانه يعني انشغال، يعني المجموعه القصصيه مشغوله بهم معين. وايضا في الاعمال الدراميه اللي انت كتبتيها دايما بيبقى في نوع من انواع برضو يعني انشغال بقضايا اجتماعيه وكذا. هل تعتقد انه الادب والدراما بالضروره يعني لابد ان تكون مهتمه بمعالجه قضايا معينه؟ هو يفترض يعني انه الادب هو مراه المجتمع، يعني الادب هو ما يعكس قضايا المجتمع. صحيح يدخل فيها التخيل والخيال، لكن هو لابد انه يعبر عن قضايا المجتمع. في مجموعه رسائل تحت مظله واحده، انا كنت اكتب وحتى الان يعني مثلا عندي ملف وفايل حق القصص القصيره، وغير مقصوده يعني صارت بشكل غير مقصود، انه لما جمعت القصص لقيتهم اكثرهم في اتجاه قضايا المراه،
وإن كان في أكثر من نص، يعني كان في نص المخرج عن بطولة رجل، وفي كل يعني قصة من قصص النساء في رجل، يعني هو في النهاية فهو يعني أنا في الأدب مو كثير يعني نسوية، ما عندي هالقضايا النسوية، لكن صراحة في الدراما أحاول كثر ما أقدر، يعني لأن مشاهدة وقد تعمل تغيير، يعني أن أركز على قضايا النساء ومشاكلهم وهمومهم. يعني في ذهبت مع الماء تكلمنا عن اضطهاد المرأة، عن تعنيف المرأة، عن قتل النساء، يعني من يعني هو قاعد ياخذ شكل جديد، وهو الموضوع موجود، يعني زمن الخطاب موجود، زمن الخطاب موجود، وإن كان زمن المكان انتهى، زمن المكان انتهى من الأربعينات والخمسينات ما عدنا نشوف الأماكن، لكن زمن الخطاب حاضر لحد الآن ياخذ أشكال جديدة. يعني مثلا خادمات المقام كلهم يروحون الخضر علشان يعطيهم مرادهم ويحقق لهم أحلامهم ويبيع لهم الوهم عن طريق الدجل والسحر، الحين السحر أخذ أشكال جديدة، موجود الخطاب نفسه متكرر لكن أخذ شكل جديد. الآن صار على السوشيال ميديا تلاقي حسابات جلب الحبيب والسحر وفك السحر، والخرافة موجودة، هو فقط أخذ شكل جديد الحين. فقضايا يعني مثل هذه ما تموت مع الزمن. أنا قاعد أحاول في الدراما أنه أركز على قضايا المرأة، يعني لعلنا يعني نفتح نافذة يعني وسط يعني مثلا في تعنيف المرأة وقضايا المرأة. أنا كنت أعرف أنه حتى المعنفات أغلق المكان الخاص فيهم، واللي يحمي المرأة أغلق، لأن وأنا كتبت هذه يعني كانت لافتة في المسلسل، مكتوب أن النظام الاجتماعي أقوى من القانون، لأن رغم أن وجود هذا المكان للمعنفات لكن الأب أو الأخ يدخل بسلاح يسحبها من شعرها ويطلعها من المكان اللي هي الدولة تحميها فيه، وأصلا ما تقدر تدخل هذا المكان إلا بحكم قضائي. إحنا حاولنا كثر ما نقدر نلفت النظر، للأسف إحنا قاعد نلفت المشاعر، يعني يمكن واحدة تشوف المسلسل تبكي على حالها، أخت المدمن، يعني أنا قاعد أشوف وايد قضايا قاعد تكلموني عنهم، يعني المدمن يقتل أخته وهو عرفت في حالة غير وعي، والشرطة ما تقدر تحميها لأنه لازم يكون عندهم تصريح عشان يقتحمون البيت، على ما يطلع تصريح يحميها تكون المرأة قتلت. هذه كلها قضايا حاولت ألفت النظر لها. إحنا ما نحصل عليها هي المشاعر والتعاطف من المشاهد، لأنه ما يغير الواقع إلا القانون، فنحن نحتاج تشريعات جديدة، نحتاج قانون جديد يحمي المرأة من التعنيف، يحمي المرأة من القتل الرخيص، من القتل اللي بدون أسباب. يعني فهذا هو كان جو قضايا المرأة. جميل جدا. نفتح باب يعني التعليقات أو التعقيبات أو الأسئلة لو فيها. اتفضل. السلام عليكم استاذ منى، استاذ ابراهيم، يعطيك العافيه على المجهودات الطيبه اللي قاعد تسوونها سواء في كاب ولا هني في المعرض. الاستاذه انا احييك جدا على الكتابات الجميله الراقيه اللي قاعد تكتبينها استاذه، والدراما الحقيقيه للامانه، وفي خصوصا ان في بعض الكتاب السيناريو، لان انا اصلا بالفيلد نفسه بالصناعه نفسها، في فرق جدا بين الإشكالية والجمالية، أني أنا محتاج الكاتب بما أنا أكتب أو سيناريو أني أنا أتعاطف وأخلق بيئة للتعاطف مع الشخصيات، وهذا قد نراه جدا عميق في كتابات السابق. الرؤى البصرية واللغة السيناريو، في فرق بين السيناريو وفي فرق بين الرواية الأدبية، السيناريو عمل أدبي، قصدي الرواية عمل أدبي والسيناريو عمل فني، وأنت عندك الخليط هذا بين الجانبين أستاذة، وايد أنا أعشق هذا الشيء. نتكلم عن الدراما بشكل عام، المواضيع اللي تثير أستاذة منى الشمري مثل قضايا المرأة، ومثل ما أنت تكلمتي فيها قبل شوي، القضية اللي تروحي لها شلون تصنعي لها عاط، إن إحنا كخلق هذا العالم عن طريق عواطف معينة، إن إحنا
لازم انا اتعاطف مع الشخصيه، هذا نادر جدا بالاعمال. يمر علينا اعمال من اول حلقه ثاني حلقه ما قاعد يصير عندنا تعاطف مع تلك الشخصيه وتلك الشخصيه. انت شخصياتك ملح ودم زين، انا حاب هذا الشيء، واتمنى ان نصيحه للكتاب الجدد اللي يكتبون في السيناريو نصايح لهم يعني في الدراما. اشكرك. طبعا احنا تكلمنا قبل ما يمكن ما تي عن الاشتغال على الدراما. هو لازم يكون عند الكاتب اصلا نفسه يعني احساس بالتغيير، يعني لازم يكون هو داخل هذا المجال عشان يقدم شيء جديد، عشان يطرح قضايا اجتماعية مؤثرة، انه يتناولها في العمق وفي التفاصيل، ما تكون مجرد يعني حوارات مكررة. القضايا يعني قاعد احس ان كثير في قضايا مطروحة بس بشكل ساذج، لانها ما تمس عواطف الناس، ما تمس الألم الداخلي للناس. فهو لازم الواحد الكاتب لازم يحط في باله انه هو الحين امام مشروع، مشروع هذا لازم يكون في تنوير، لازم يكون في معرفة، لازم يكون في قيم، لازم يكون في رسالة للعمل هذا عشان يوصل للناس. لكن في نفس الوقت مثل ما قلت قبل شوي، انه ما يكون ثقيل ولا يكون مسطح وتافه. يعني هي في حسبة معينة تعتمد على حساسية الكاتب. الكاتب هو الناجح، هو اللي يقدر يعمل موازنة ما بين العاطفة، ما بين القيمة، وما بين انه ما يعمل عمل ثقيل للنخبة، لكن في نفس الوقت يعمل عمل مشاهد ويحمل قيم ويحمل جوانب جمالية. يعني احنا محتاجين بعد اصلا الناس تشوف اساسا العمل للمتعة، للمتعة. لما المتعة هذه لازم تحترم فيها المشاهد، انه متعة مع قيمة، مع أخلاق، مع مبادئ، مع تصورات الشخصيات مختلفة، كلهم ما يتكلمون نفس اللغة. يعني كل شخصية مرسومة بشكل مختلف، ما يصير البيت كله يتكلم نفس اللغة والفريج كله يتكلم نفس اللغة. فبالتالي هذا التنويع في البيئات، التنويع في الشخصيات، في المستويات الثقافية، في المستويات الاقتصادية، في المستويات حتى الدينية والأخلاقية والإنسانية. يعني ما يصير احنا اقدم عمل كلهم عندهم شركات كلهم عندهم ورث، وانا الحين كلنا القاعدين ما حد عنده ورث مثلا. فما يصير يعني اللعب على العاطفة مع القيمة مع العمق. انت تقدم عمل عميق ما يكون تافه ولا مسطح، لكن تحافظ على شروط المتعة، تحافظ على القيم، تحافظ على وايد، وعلى المتعة البصرية بعد، على حوارات راقية ما تكون مكررة، ما تكون مملة. وخصوصا الوقت هذا يعني صعب انك انت تتقدم اي عمل وتتوقع ان الجمهور بيقعد يطالعه، يعني لان الفضاء مفتوح والمنصات كثيرة، يقدر بريموت بحب انه يغير ما يعجبه. فهي مثل ما قلت لك، هي تعتمد على حساسية الكاتب، على الكاتب شنو بيقدم، شنو عنده مشروع. لازم يكون عنده مشروعه، يقعد يدرس مشروعه. هو بناء درامي تماما، يعني يا العملية الكتابة يعني يا أمها بناء درامي أو كأنك أنت قاعد تنسج سجادة. لازم تكون يعني في النتيجة مبهرة وساحرة عشان تجذب الناس حقها، لكن بتحط هني خيط وهني بتحط غرزة وهني بصير لخبطة ويلا أي شيء وبس. وكثير من المسلسلات تعتمد على الحشو الحشو الحشو، يعني يفترض أن أي مشهد يا يمهد لشيء أو يقول شيء بحد ذاته، يصنع حدث. لكن أي مشهد يعني أنت تحس أنه وجوده وعدمه واحد لازم ينلغي عشان تتخلص من الحشو. بس السلام عليكم. عليكم السلام. وأخيرا أول شيء يعطيكم العافية وشكراً أستاذ إبراهيم على الحوار. سؤالي أول شيء تعليق قبل أسأل. تعليقي هو أنت ذكرتي عن التاريخانية، أو خلينا نقول من سياق حديثك عن تأصيل الأمور، وأنا أشوف أنك رديتي وأحييتي الشفاء بالدراما.
يعني المسلسلات الخليجية اللي أشوفه من خلال اللي قاعد تكتبينه أنك أحييتي الشفاء بالدراما. يعني المسلسلات الخليجية من زمان وقفت أنها هي تشفينا، قمنا نشوفها يعني بس عشان هبة أو ترند، عكس مثلا المسلسلات المصرية وغيرها. أنت قدرتي ترجعين أو تحيين هذا الشفاء بالدراما، وهذا شيء يدل على عمق في كتاباتك، لأنك ترجعين لأصل شيء. أنا أرجع بالأساس لموضوع أو سبب هذا الحدث عشان أقول لكم ليش هو صار، وهذا شيء جميل جدا. هذا بالنسبة حق التعليق. بالنسبة حق السؤال، أنت ذكرتي قبل شوي عن البناء الدرامي. لو أنا الحين شفنا إحنا خلينا نقول البنيان الدرامي اللي بنيتيه بأكثر مسلسل، أكيد كل مسلسل له بنية أساسية. شنو البنية الأساسية اللي تتكرر في كل مسلسل بدون وعي من منى؟ يعني شنو هي الروح اللي كل مرة تتكرر؟ شوفي أنا يعني صديقتي يعني أنفال دويسان الكاتبة هي اللي لفتت نظري وأنا ما أدري، قالت لي أنت لازم يكون عندك بدو، لازم يكون عندك جانب. فأنا انتبهت إنه شلون هي صادتها شيء وأنا مو صاد، أنا مو حاسة فيه، يعني كأنه هذا الشيء موجود بداخلي، عرفتي، وقاعد يطلع على الورق. وفعلا فقلت لها وليكن، يعني خصوصا إنه مثلا الإنجليزيات في الموسيقى في الحمدي مختلفين عن بعض، والبدو اللي في الموسيقى في الحمدي اللي يهرب الآثار مثلا غير عن بومشاري عفوا اللي في لا موسيقى في الحمدي، غير عن البدوي اللي حب الإنجليزية في كحل أسود قلب أبيض اللي هو الحب المستحيل بين الشرق والغرب. ففي أشياء تتكرر فعلا، أقول لك يعني يمكن هي مخزونة في الذاكرة، يمكن هي تكون مخزونة في الذاكرة. إضافة إلى أن رغبتي، يعني أنا لما كنت في الصحافة وكنت أكتب عن المسلسلات وانتقدهم، كنت أقول ليش كلهم يتشابهون، ليش كل البيوت نفس الشيء. فأنا لما يتأسس المشروع الدرامي قلت لازم أن أنا أشتغل على البيئات، يعني إحنا البيئة الكويتية كلها طلعها فريج واحد، كوثرول عيمية تطلع، عرفتي، مختلفة تماما عن النجدي عضيبان، مختلفة تماما عن بومشاري البدوي، هذول كلهم مكونات اجتماعية بس احنا نتجاهلهم في الدراما، فيصيرون كل بوهم متشابهين الشخصيات. هذا كان يعني من الأشياء اللي أنا وايد مركز عليها وحاطتها في بالي، إن المستويات الثقافية مختلفة، عرفتي، إن ما حد يتكلم، كلهم ما يتكلمون نفس الشيء وما يتكلمون نفس المنطق، المنطق مختلف، يعني الأخوان يتشابهون في المنطق، العائلات كلها تتشابه في الثقافة. هذا الشيء غير واقعي، غير واقعي في حقيقتنا. كان يهمني أن أنا يكون المسلسل اللي أنا أقدمه يشابه الواقع ويشابه الناس فعلا في بيوتها، وعادي ينقال كلام بالمسلسل وإن كان جريء، خلي ينقال بالمسلسل. يعني لما إحنا كلنا بالبيوت عندنا ينقال هذا البيسري وهذا أصلي وهذا مؤصل وهذا فصل، فأنا يعني في عبارات تعمدت أحطها لأن أنا ودي كثر ما أقدر فعلا يعني أركز على أن ماذا يحدث في بيوتنا بالضبط، وهو اللي يتقدم، مو هو بعيد عن الواقع وبس الكاتب يبي يسوي قصة حب أو خيال ويلا نتكلم. فهذا هو النهج اللي أنا اشتغلت عليه، مشروع تنويري معرفي. يعني مثلا يعني عضيبان عطى يعني كلام وايد عن البومة والناس يتشاؤمون منها، ليش؟ يعني أنا أحب يكون عندي هذا الحيز اللي هو الحيز التنويري، الحيز المعرفي، وأنظر للعمل الدرامي كأنه مشروع ثقافي، عرفتي، مو يعني لازم يترك أثر في الناس، لازم يترك معلومة في الناس، مو مجرد بس يعني مسلسل شفناه. ولهذا أركز على أنه يكون عمل كلاسيكي يعيش، يعني يعيش سنوات وسنوات. شكرا. لا مساك الله بالخير استاذه، يا هلا فيك يا هلا نوال فلشاوي. بغيت استفسر عن شغله اليوم ضروري احنا اليوم ما اسمع مو اوكي ضروري احنا اليوم بالدراما ننقل واقع حقيقي. يعني الدراما مو لازم تكون مثلا واقعيه 100% كثر ما تكون منطقيه. صح. بشكل صحيح. عام اي، فمو بالضروري انا اليوم لازم اطرح
قضية حقيقية ولا واقع حقيقي علشان اليوم أنا أجسد المجتمع الكويتي أو بشكل عام المجتمع الخليجي أو العربي. خاصة إحنا اليوم مثل ما أنت ذكرتي إن إحنا اليوم في فضاء مفتوح، الفضاء المفتوح يخليني في منافسة شديدة جدا، صعب إني أنا اليوم أستقطب مشاهد وأخليه والله يقعد لو 10 دقائق، يعني برافو علي إذا خليت 10 دقائق قاعد مجابل المشهد بشكل عام. لذلك أنا لاحظت كلامك وايد في إن أنت قاعد تركزين على المجتمع أو على مثلا الطبقات الموجودة، فهل بالضروري اليوم إن يكون العمل الدرامي نابع من واقع بدون منطقية، ولا إنه يكون منطقي ولكن حتى لو كان مش واقعي أو خيالي عشان اليوم أطرح القضايا الموجودة على الساحة بشكل عام؟ شكرا. هو يعتمد على مشروع الكاتب، يعني كل كاتب عنده مشروعه، ما في شيء يعني ملزم، يعني الفن يعني فضاء مفتوح وما في قواعد، وأنت في الكتابة تقدرين تكسرين أي قاعدة لصالح رؤيتك أنت ككاتبة، وبالتالي إذا أنا أكتب بهالاتجاه غير يكتب باتجاه آخر. والحين في أعمال يعني هذا أنا ما أجيده، اللي أنا قاعد أتكلم عنه هذا ما أجيده أنا، يعني أنا في عملي هذا الجديد اللي قاعد أكتبه اسمه غرزة في القلب. المكان افتراضي، ما راح أقول في الكويت ولا برا الكويت، عرفتي؟ وفي شوية غرائبية على شوية غموض، على يعني ما يشبه لا موسيقى في الحمدي ولا يشبه أعمالي السابقة، لكن يعني أنا عندي يعني حيز معين أشتغل فيه وحيز معين أروح فيه بعيد. لكن مثلا أنا شخصيا ما أتخيل مثلا أكتب عمل فانتازي ولا عمل خيال علمي ولا عرفتي ولا خيال، فكل واحد عنده مشروعه. اي فمثلا في كتاب يكتبون خيال علمي حلو، في ناس يكتبون فانتازي، في ناس يكتبون جريمه وفي نفس الوقت لايت. ذاك اليوم يقول لي مخرج ابي جريمه ولايت، قلت له شلون يعني انا ما اعرف اكتب جريمه ولايت، جريمه اضحك عليها. فهو ما في شيء، ما في قاعده، مو لازم اي شيء، يعني انت حسب وجهه نظرك ككاتبه انت تكتبين اللي انت تجيدينه. شنو تجيدين؟ تكتبين اللي يقدر يقفز على الواقع. انا افضل الواقعي وافضل المنطقي جدا، يعني مستحيل، يعني في وايد مسلسلات تمشي على الاحداث بدون بناء درامي وبدون منطق، الاحداث ما فيها منطقيه بس تمشي 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 30 حلقه وخلص العمل والناس قاعد طالعه مشاهد، وعادي يكون هو ترند مثلا. ف يعني الكتابه الدراما ما فيها قاعده، غير انك يعني انت شنو تبين من الدراما وشنو عندك مشروع بتقدمينه وشنو رؤيتك للعمل. عدا عن ذلك كل كاتب حر فيما يقدم. لهذا يعني تلاقين اعمال تملأ الشاشات، يمكن تقعدين تدورين وتلفين عشان تشوفين عمل واحد انت يعني يرضيك، يرضي ثقافتك ومستواك، يمكن ما تلاقين. لكن كل اللي قاعد تقولين عنه كله موجود، كل. والكتابة لا تخضع يعني خصوصا في المنصات لا تخضع لأي شروط. الحين يعني وايد يتجهون للغموض، وايد يتجهون للجرائم، وايد حتى لو شيء ما يشابه مجتمعنا، يعني أنا شفت عمل ما يشابه مجتمعنا ما يصير فيه كذي، لكن حقق نجاح. يمكن الجيل الجديد هذا الشباب والصغار والتينيجر قاعد يروحون بهذا الاتجاه، يحبونه حتى لو ما كان في منطق، قاعد تنجح الأعمال. فبالتالي كل كاتب له مشروعه. شكرا جزيلا للجميع، شكرا للحضور الكريم، وشكرا صديقة منى الشمري على هذه الجلسة، وإن شاء الله تتابعوا حوارات أخرى هنا. شكرا جزيلا. شكرا لحضوركم. شكرا لكم. شكرا.